ثالثا، وهذا أيضا تابع للأمرين قبله، من لم يتواضع للحق لا يصل إليه، من لم يتواضع للحق لا يصل إليه. اعلم يا رعاك الله أنه لم يجني على العبد شيء كغروره، فكونه يغتر بنفسه، يغتر بعلمه، ويتوهم أنه مستغن بما عنده ولا يتواضع في طلب الحق، فإنه في الحقيقة خسران. فتواضع للحق تهتدي بتوفيق الله جل وعلا. وهذا القرآن كتاب عزيز كما وصف الله جل وعلا، وإنه لكتاب عزيز. ومن عزته أنه لا يصل إلى ما فيه من كنوز العلم والمعرفة والهداية إلا من يقرأه طالبا للهدى، متدبرا، راغبا في الوصول إلى الحق، منصفا من نفسه. من كان كذلك وصل بتوفيق الله عز وجل إلى الحق والهدى. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لكن ماذا عمن كان مستكبرا لا طالبا للحق؟ قال الله جل وعلا: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، ماذا؟ وهو عليهم عمى. لا إله إلا الله، كتاب واحد، كلام واحد، هداية لقوم وسبب ضلال وسبب ضلال لآخرين، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. عزة، هذا كتاب عزيز يأخذه الإنسان بأطراف أصابعه ويقرأ، وهو غير متواضع، منصف، طالب للهدى، هذا والله لن يهتدي به، بل سيكون عليه عمى. إذن تواضع للحق واطلبه في الوحي تصل إليه.